جاءت فكرة المبادرة من الاتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية لتعزيز مفهوم الثقافة الأوروبية في الوطن العربي. وكون مركز هذه الثقافة يعنى بالثقافة والفنون، فارتقينا إلى تنظيم مسابقة بالمحافظات مثل الزرقاء والكرك وإربد نعزز فيها مفهوم الثقافة الأوروبية. والأطفال من خلال هاي المعلومات اللي اكتسبوها عن الدول الأوروبية جسدوها من خلال الفنون. فمثلاً في هولندا جسدوا الطبيعة والورود بلوحات فنية رائعة. أولاً بدي أشكر الاتحاد الأوروبي واليونيك ومركز هيا على إتاحتي هاي الفرصة أني أشارك بهاي المسابقة الرائعة حتى نعرف الطلاب بجميع محافظات المملكة اللي حاولنا نزور أكثر من محافظة على ثقافة اللون وعلى الثقافة الأوروبية وشو مدى التجانس الأوروبي العربي حتى يكون في عندهم معرفة وتقارب كتير حتى يعرفوا عن هاي المناطق اللي شفناها بأوروبا. أولاً تعاملنا مع عدة أشخاص، تعاملنا مع طلاب عاديين وناس عندهم إعاقة، بعدين اشتغلنا مع الطلاب اللي هم الكفيفين اللي حاولوا يتعرفوا على الشكل بواسطة الخيال اللي هي تنمية الخيال زائد اللمس زائد كمان عملية الشم. The EU supports this project, but also supports a number of cultural activities that we started and promoted with the UNI cluster. It has been a very positive and fruitful collaboration with the UNI and the member states in general. This specific activity, I think, also was very rewarding for us because we saw also enthusiasm by the children. We saw also the commitment by Suhail Bakayin that I understand that he will be continuing his work with the support of the Higher Cultural Center, and we are very glad to see the continuation of this project and continuation in the contact with the children and notably the disabled children that would be supported and given the chance to express their emotions and artistic parts.